السلام عليكم حبايب الجيمرز في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن لعبه كول اوف ديوتي موبايل والتحديث اللي نزل ان شاء الله. في حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها النهارده في الفيديو ده، يا ريت تشوفوا للاخر. وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا اللايك وتدوسوا على الاشتراك الاحمر الحلو اللي تحت الجميل ده، والله العظيم زرار زي الفل وببلاش، دوسوا عليه عشان تدعموني. ويلا بينا. في البداية خلينا نعرفكم ان في اربع حاجات هتتضاف في اللعبة في التحديث الجديد. اول حاجة هيتحط في خرائط جديدة، خريطة او خريطتين تقريبا في المالتي بلاير، وخريطة في الزومبي، وفي مفروض ان يكون في خريطة في الباتل رويال. تمام. وفي مود جديد هتحط في الباتل رويال اللي هو 20 ضد 20، ده هنعمل عنه فيديو طبعا لوحده. وفي عندك في اسلحة جديدة طبعا، وفي السكيلز هتبقى جديدة، وفي ابيلتي جديدة. الابيلتي الجديدة اللي هي بتيجي في الجنب دي طبعا بعد كل فترة وانت بتلعب كده بتيجي في الجنب، الابيلت الجديده هوريها لكم برضه في الجيم دلوقتي. وفي شخصيه جديده اللي هي اللي احنا بنلعبها دلوقتي اسمها اليكس ماسون تقريبا، زي ما انتم شايفين كده. هو اصلا في التست بيديها لك، بيديك اغلب الحاجات او بيديك كل حاجه اصلا عشان انت تجرب كويس وتقول لهم ايه تجربتك وكده. تمام. وانا داخل دول شويه اخبار كده عن الحاجات اللي انا هجربها فيما بعد. بيقول لك يا سيدي من اول 3 في الشهر الحالي لحد يوم 7 المفروض ان انت تجرب المود اللي هو 20 ضد 20 في الباتل رويال، وبرضه من 3 من يوم 3 ليوم 7 في المالتي بلاير اللي هي المابا اللي احنا هنجربها النهارده. او المابتين، المفروض ان هما مابتين لسه شايفهم دلوقتي مابتين. وفي من يوم 8 ليوم 12 في خريطه جديده هيبقى في الزومبي، بس اعتقد هما مش دافعين حاجه في الزومبي اصلا، مفيش زومبي هنا. تمام. وفي من 8 ل 11 هيبقى في مود جديد اسمه الترا فاير. تمام. ده انا كنت منزله طبعا على الصفحه بتاعي، وريت ما تنسوش تعملوا لايك من تحت. كنت انا منزل صوره كده فيها مودات كتير وقايل ان هي هتتضاف اللعبه مع مرور الوقت، ودي حقيقه طبعا. وزي ما انتم شايفين المودات عماله تيجي لوحدها اهي، واحده واحده كده، وهيضيفوها طبعا اللعبه، بس مش هينزلوا بكل حاجه مره واحده عشان يحافظوا ان اللعبه يكون فيها حماس شويه. زي ما انتم شايفين كده نستعرض مع بعض الخرائط بالمره. الخريطه اللي اتضافت هي سكراب يارد. تمام. دي خريطه مش صغيره قوي ومش كبيره قوي، هتبقى كويسه طبعا في المواجهات وكده، مفيش فيها جامبنج كتير اعتقد. والخريطه الثانيه اللي هي كيدج، اللي هي دي. تمام. الكيدج دي يعتبر اصغر من نيوك تاون، هيبقى فيها مدعكه جامده يعني. فاحنا خلينا نجرب الاول اللي هي الخريطه اللي هي الاسكيب يارد عشان الوقت، بس مش هيظبط معايا ان انا احط كل ده في حاجه واحده. فاحنا هنجرب مع بعض الاسكيب يارد. تمام. يلا بينا. طبعا انا نسيت اقول لكم ان الابيليتي الجديده اللي هي اللي اتضافت المفروض ان هي عامله شبه الراجل الالي كده، هحط لكم صورتها برضه عشان ما بقاش فوتت عليكم حاجه. المفروض ان هي راجل الالي كده بيتحط. في ان هو راجل قال كده بينزل لك من الدروب، بينزل دروب كده في الراجل الالي ده، تقوم واخده انت طبعا وتتعامل بيه بقى يا معلم، بتعيش جامد يعني. ماشي يا عم ماشي. في طبعا لاج بسيط كده، اللاج البسيط ده طبعا عشان احنا بنلعب في بي ان، فالدنيا هتلاقيها بايظه شويه. ماشي. مش عارف دول بوتات ولا ايه، بس هما ده مش لعبوا بوتات ابدا. طيب عايزين نجرب الابيلتي الجديدة للناس يا جدعان. لا ده انا جلدهم يعني. دي الابيلتي الجديدة اهي، دي المفروض بتحط ماين كده
لازم أن يقعد وقت عشان يجيب اللي قدامك زي ما انت شايف كده، زي التريب ماين بالظبط. بتقوم جاي دفاع او الوحده لازم أن يعدي عليها او يقرب منها عشان تجيبه. تكون شايفين اخر قتله هنجرب جيب كمان اسمها هايف تقريبا. هايف شفته عدى عليها بتطلع حاجات كده بتموته، متعرفش ده خليه نحل ولا فيه ايه، بس هي حاجه زي كده يعني. ما علينا، هنجرب جيب كمان. الحاجه اللي انا نسيت اوريها لكم بقى يا معلم اللي هي في السكور ستريك اسمه اكس اس 1، ده بيبقى راجل آلي كده او درع بتنزل ومعاك صب بتاع اللي هو الماشين جان او اللي هو الماشين جان مش عارف اسمه ايه تقريبا، بس هو الخلاط زي ما الجماعه الخلاجه بيقولوا. تمام، وبتنزل ما بيعرفوش يضربوك طبعا، ما بيموتكش بسهوله، وانت بيبقى معاك الرشاش بتنزل تدعك فيهم. ده طبعا صعب ان انت تجيبه، مش سهل يعني، يعتبر قبل تقريبا محتاج تقتل حوالي 9 تقريبا، او بتجيب 900 بوينت، اهم حاجة تجيب 900 بوينت يعني حوالي 9، تقتل 9 انت الواحد بيتحسب لك ب100، فانت 900 يبقوا 9. تمام، فخلينا نلعب في نفس المابة ونخلي الحاجات التانية نفصلهم مع بعض. اتأكد بس ان انت عامل سبسكرايب عشان ان شاء الله الفيديو التاني هينزل بعد ده على طول، اللي هو الخرائط التانية هفصلهم عن بعض طبعا، مش هخليهم ينزلوا مع بعض. يا ابن اثبت اثبت. الولا زنقني زنقة سودا، انا عايز اغير الكلاس، عايز اغير الكلاس بتاعي، عايز اغير الكلاس بتاعي. ايوه هات لي السب ماشين جان ده، انا اول مره اشوفه على فكره، ممكن يكون بيجي بفلوس ولا حاجه فعشان كان اول مره اشوفه. انا ممكن نمسك الحته دي كده، الحته دي حلوه، نمسك الحته دي يعني نكمبر فيها يعني، عشان بس محدش يقول لي انت كمبوره وبتاع. هي نمسك الحته دي يعني هتكمبر فيها، هما مش راضين يجوا اصلا. انا شفته اهو، ده غير ايه ده يا عم، حط بالزفت الابيليتي الجديده، الواد خضني. يا ابني موب بقى، موب بقى، موت بقى. العيال مروقين علينا بصراحة. انا شفته على الخريطة والله. ماشي، في لاج، مازال في لاج طبعا، في لاج وغشيم كمان مش بسيط. لا السب ماشين جان ده جامد يا جدعان، السب ماشين جان ده جامد، انا ضربته والله، انا ضربته، احنا كسبنا. انا ملحقتش ان انا اعمل كلات حلو. ما علينا، هي دي الماب يا جدعان، الماب مش كبيره قوي، انت تقدر يا دوب تمشي وهتقابل الناس قدامك. طلع التاني مش مشكله يعني، حاجه كويسه. ما علينا، انا جايب 830، ملحقتش حتى اجيب اللي هو الدرع الجديد ده، والصوب ماشين ده حلو على فكره بالمره، بما اننا يعني لعبنا بالجيم. اعتقد هو صاب ماشين، باين هو بيتصنف في صاب ماشين، هو على سلاح صغير ما علينا يعني. المهم كده يكون خلص الفيديو، وانا كنت بستعرض لكم بس الخريطة الجديدة.
ما تنسوش تعملوا لايك وتدوسوا على زرار الاشتراك الاحمر الجميل الحلو اللي تحت ده عشان تدعموني وتخلونا اكمل ان شاء الله. وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله، يعني الفيديوهات الجايه تبقى عباره عن الخريطه التانية اللي هي الكيج، تمام؟ لان انا بس مش هقدر ان انا احط الاثنين في فيديو واحد. والمود الجديد اللي هو بتاع الباتل رويال انستور لكم ده الكيج اهو، تمام؟ والباتل رويال في عندك اهو اسمه وورفير، تمام اهو. هيفضل يوم واحد، فانا يا دوب الحق اصوره بس كده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش بس تعملوا لايك وتكتبوا في الكومنتات اذا كنتوا حابين تشوفوا الفيديوهات الجايه او تنصحوني او تنتقدوني. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله.